إخوة الإيمان، على الإنسان المسلم في كل أحواله أن يسأل عن شرع الله عز وجل، أن يسأل عن حكم الله سبحانه وتعالى في أي مسألة من المسائل، لتكون العبادة صحيحة وعلى وجهها الأكمل، وإن كانت كذلك في مأكله ومشربه وملبسه، ليكون هذا في الطريق التي أقرها رب العالمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن في حديثه عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. في واقع الحياة وفي الأسواق وفي المعاملات التجارية تكثر الأسئلة، ومن الله علينا بأهل العلم ليكونوا مجيبين عن أسئلة أهلنا وعن أهل إخواننا وعن إخو أهلنا وإخواننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا في ميزان الحسنات. ونحن معكم في برنامجكم قضايا إسلامية في بث حي ومباشر، وفي هذا اللقاء الطيب نستضيف فضيلة الشيخ عمار البدوي مفتي محافظة طول كرم. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ عمار، حياكم الله وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ عمار، أحيانا في البيوع وفي التجارة وفي المحلات التجارية يكون هناك البائع والمشتري والمساومة على السعر. السعر يعني ذاك يطلب مبلغ كبير مثلا، ثم بعد ذلك المشتري ينزل في هذا السعر يوافق البائع على ذلك، نرى شخص آخر يدخل على الخط ليضع سعرا أعلى من السعر الذي اشتراه الأول. السوم في هذا المعاملة في هذا البيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المساومة هو أن يساوم الرجل على بيع أخيه، بمعنى أن يفاصل الواحد الآخر، فهذه السلعة يساوم، يحاول يفاصل بأن يكون ثمنها مثلا 100 دينار، ثم يتساوم المشتري والبائع، فيأتي رجل آخر ويدخل على الخط ويساوم على هذه السلعة بثمن أكثر، مثلا 100 دينار يعملها 120 دينار. هنا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يساوم على بيع أخيه. والمساومة لها معنيان، الأول المعنى المنهي عنه، وهو كما ذكرت أنه بيتفق اثنين على ثمن سلعة مثلا 100 دينار فرضا، يأتي شخص آخر ويقول: أنا بشتريها 120 دينار. إذن هذا الرفع للسلعة وهذا الرجل الذي دخل على الخط، هذا فعل فعلا منهيا عنه كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في المقابل، إذا لم يتفق البائع والمشتري على ثمن السلعة، يعني قال له هذه 100 والمشتري والبائع قال له 110 120 وما اتفقوا على الثمن، يجوز لأي أحد آخر أن يدخل ليساوم على هذه السلعة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الأنصار له متاع أراد أن يبيعه له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بدينار بدرهمين، فمن يشتري؟ فقال آخر: هذه ب3 دراهم. وهكذا زاد في ثمن السلعة حتى بيعت السلعة، وهو ما يسمى بالمزايدة، يعني بيجيبوا السلعة بيزايدوا عليها، هذه 100، واحد بيقول لا أنا 110، هذا كثير يقول 150، هذا بيقول 200. فهذه المساومة بهذه الحالة بين قوسين المزايدة جائزة ما لم يتفق الطرفان، فإذا اتفق الطرفان البائع والمشتري عندئذ لا يجوز أن يدخل أحد على هذا البيع، للنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ عمار، أحيانا هناك مثلا هذا المحل لفلان عنده عامل
هذا العامل يأتي بسلعة خاصة فيضعها في هذا المحل لبيعها، ثم يسترد هذا المال له، هل يجوز له ذلك؟ هذه الصورة موجودة في واقع الحال. إنسان عنده محل تجاري، هذا المحل التجاري بيع فيه السلع ووضع فيه أجيرا عنده. الآن هذا الأجير بروح بجيب سلعة بحطها في المحل وبيعها دون ما يخبر صاحب المحل، هذا لا يجوز، لابد له أن يخبر صاحب المحل بهذا الأمر، لأنه هو تعاقد مع صاحب المحل على أن يكون أجيرا عند صاحب المحل. والله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن هو أخذ سلعة ووضعها في غير محله، ومحل غيره، ولم يستأذن من صاحب المحل. حتى يكون فعله صحيحا سليما لابد أن يستأذن صاحب المحل في وضع هذه السلع في محله، ومن ثم إن أذن له يبيعها، إن لم يأذن له لا يبيعها. إن أذن له بشرط أنه بده يعطي صاحب المحل جزء من الربح، فعلى ما يتفق، وبذلك يبرئ ذمته بهذا الفعل. أما يجيب بضاعة إله شخصي ويبيعها في المحل هو قاعد في أجير، فهذا لا يجوز. والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. فضيش عمار، هناك أحيانا في بيع مثلا قطعة أرض، في بيع قطعة أرض بالتقسيط، يتم البيع بين البائع والمشتري. الآن البائع يشترط أن يبقى يستفيد من هذه الأرض حتى يتم تسديد الأقساط جميعها، إما أن يكون مثلا على مثلا كانت قطعة أرض مزروعة بالزيتون مثلا له نصفها أو له ثلثها حتى يتم تسديد ثمن هذه الأرض، هل يجوز الدفاع؟ متى باع صاحب الأرض أرضه لرجل آخر أصبحت هذه الأرض ملكا لذلك الرجل، وهو له أن يتصرف فيها. أما إذا باع صاحب الأرض أرضه بالتقسيط لرجل آخر واشترط عليه أن ينتفع بهذه الأرض إلى أن يتم التسديد، فهذا اتفاق باطل وهو حرام، وهو شبيه بالربا. ولذلك متى باع الأرض أصبحت الأرض ملكا لشاريها، ولا يجوز أن يشترط على صاحب الأرض أو على المشتري أن يأخذ جناها أو ثمرها أو نسبة من ثمرها لحين السداد، لأنه ينتفع عندئذ بهذا الدين، لأنه هو أصبح دين، أصبح ثمنها بالأقساط أصبحت هذا الثمن دينا، فانتفاعه بالدين أو بسبب الدين هذا يعتبر من الربا وهو حرام. والله تعالى جزاك الله خيرا. نرى فضيلة الشيخ عمار في ضمن البيوع وهذا يعني في الأسواق وفي المعاملات، إنسان يشتري سلعة معينة مثلا بمبلغ 100 دينار لأجل، ثم يأخذ هذه السلعة ويبيعها لآخر بمبلغ أقل من هذا الثمن الذي اشتراه، يعني اشتراها ب 100 دينار بروح فورا ببيعها ب 50 60 دينار أو 70 دينار فيقبض ثمنها، ثم بعد هذه صورة هذه البيع هل هي جائزة؟ هناك صورتان في البيوع أو في هذا البيع. الصورة الأولى صورة محرمة، والصورة الثانية صورة مباحة. أما الصورة المحرمة فهو أن يشتري الرجل السلعة من تاجر، نفترض اشتراها بمئة دينار وقال له هذه سأعطيك ثمنها بعد 5 شهور، فيأتي هذا الرجل المشتري إلى التاجر ويرجع له السلعة، اشتراها يرجع له إياها قبل 3 شهور شهرين أو شهر أو نفس اليوم بسعر 70 دينار، هي ثمنها قد اشتراها 100 دينار ودرج عليها 70 دينار، في هذه الحال هذا يعتبر من بيع العينة وهو حرام.
في معنى اتصال نقضي طيب بعد المجال، في معنى اتصال ان شاء الله تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام. أيه. مرحبا، العافية يا شيخ. حياكم الله، تفضل يا أخي. بدي أسألك السؤال يا سيدي الشيخ إن سمحت. تفضل يا أخي. أنا في واحد قالوا علي مبلغ من المال، وسددت إياه كلياته في المحكمة. قبل سنتين سددت هذا المبلغ، قبل أسبوع أجاني بلاغ من المحكمة أمر بالحبس. بقول لهم يا عمي سددنا المبلغ، قالوا في فائدة قانونية 300 دينار على هذا المبلغ. هاي الفائدة القانونية قلنا لهم على مين عنول بده ياخذها؟ قالوا صاحب المبلغ. هاي حرام ولا حلال؟ طيب فضل الشيخ عمار، واضح السؤال. يا أخي الكريم، هذه الفائدة حرام وهي ربا على صاحب الدين اللي هو الدائن أن يتنازل عنها وأن يلغي هذه الفائدة، لأنها ربا محرم، وهذا الربا معروف حرمته في الشريعة، وهو من كبائر الذنوب. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن هذا ربا محرم، يجب عليه هذا الأخ الدائن أن يترك هذه الفائدة، ولا حتى لو أقرتها له المحكمة والقانون فهي مخالفة للشرع، لا يجوز أخذها، والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا. في معنى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله لو سمحت يا شيخ بدي أحكي معك سؤال. تفضل أختي. أنا عملت عملية، عملت عملية وقلت إن شاء الله بقوم بالسلامة، بدي أحط لوحة الله تعالى في المسجد، ومن بابا الله أجوني، بجوز ليه؟ طيب فضيلة الشيخ عمار. نعم، مدام يعني أنت نذرت هذا النذر، والوفاء بالنذر فرض كما قال سبحانه وتعالى وليوفوا نذورهم، وقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، والنذر أن يعصيه فلا يعصيه. لكن بين قوسين، الإنسان إذا قال إن شاء الله فهو في هذه الحال يكون غير ملزم في وفاء بالنذر، لكن أنت بدك توفي بالنذر، هذا شيء طيب. ويعني لو هذا المال كان منك أو جاءك من الآخرين كهبات أو تبرعات أو إلى آخره، فلك يجوز أن تضعي من هذا المال كما نويت، والله تعالى. جزاك الله خيرا. في معنى أيضا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أخي. تفضل. الله يبدي نسأل السلام سمحك. تفضل أخي. بدنا نسأل عن بالنسبة لقراءة القرآن تكون عندها على غير وضوء، بس تكون غيبا يعني. أنا بعرف إنه لازم إذا يقرأ القرآن يكون متوضئ، بالضبط اللي قوله تعالى لا يمس إلا المطهرون. طيب. أنا الآن العمل وكمل بغير وضوء. اسمع. لا بدي أقرأ القرآن غيبا وأنا بغير وضوء وأنا بالعمل يعني. هل طيب. هذا يعني جائز لي أو يعني إنه طيب. يعني حلال أو كيف؟ اسمع يعني الجواب إن شاء الله. اسمع الجواب إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ عمار، قراءة القرآن بغير وضوء سواء كانت من المصحف أو غيبا، قراءة القرآن غيبا يجوز أن تكون دون وضوء، ما في أي شرط ولا مانع. أما القراءة من المصحف الشريف فيستحب استحبابا أن يكون على وضوء وليس واجبا، يعني لا يجب على القارئ أن يتوضأ إذا مس المصحف الشريف، ولكن يستحب له ذلك استحبابا، والله تعالى أعلم. يعني أنت بالنسبة لك تقدر تقرأ القرآن الكريم ولو لم تتوضأ، والله تعالى. جزاك الله خيرا. في معنى أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل يا أخي. لو سمحت، في عندي سؤالين صغار. السؤال الأول بالنسبة لصلاة الجماعة الجهرية. أي نعم. في بعض الأئمة في أثناء الصلاة بعد ما تكبيرة الإحرام بيعطيك مجال كأنه لا تقرأ دعاء الاستفتاح، وبعد الفاتحة بيعطيك مجال كأنه تقرأ سورة الفاتحة أو آية قصيرة، سورة قصيرة. فشو بالضبط على المأموم شو يعمل في صلاة الجماعة الجهرية؟ السؤال الثاني، في
في الدرس انه يستحب او يسن انه مع الاذان الواحد يردد كما يقول المؤذن، وفي بعض العبارات مثلا حي على الصلاح حي على الفلاح واحد بكل حول ولا قوه الا بالله. طب في اذان الفجر لما يكون الصلاه خير من النوم، على المستمع شو يردد العبارات؟ وشكرا لكم. حفظكم الله. فضيله الشيخ عمار، بخصوص صلاه الجماعه المأموم ماذا يفعل مع الامام؟ إذا كان الإمام يعطي فسحة أو فرصة للقراءة يقرأ سورة الفاتحة المأموم. إذا كان هناك فسحة ومجال يعطيها الإمام فعندئذ نقرأ كمأمومين سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية. وإن لم يعطي الإمام فسحة في القراءة، يعني إقراء الفاتحة مباشرة بدأ بالفاتحة، فلا شيء على المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف عن الإمام: إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وهو يقرأ إذا ننصت له. وقوله تعالى وإذا ذكر، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا خلفه يقرأ في القرآن قال: من يخالجني في القراءة؟ فدل ذلك على نهي النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال، إذا فسح الإمام فسحة للقراءة يقرأ المأموم، وإن لم يفسح فقراءة الإمام تغني، والله تعالى أعلم. في أذان الفجر بخصوص قولي نأخذ اتصال، في معنى اتصال. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم أخي أبو الصعيد، حياكم الله. أنا حكيت معكم قبل شوي ما تمتش، أنا كنت العملية صليت الظهر ما بعرف شو الوقت، هل جوز الصلاة؟ إيش صليت الظهر يعني في غير وقت ولا؟ أنا فوتون على 10:30 وما بعرف شو الوقت صليت وكيف تعرف العالمين؟ أي نعم. طيب فضي الشيخ عمار، صليت وقت في غير وقت إن شاء الله. بالنسبة للصلاة، الصلاة من شروط صحتها دخول الوقت، فإذا دخل الوقت صحت الصلاة، وإن لم يدخل الوقت فلا تصح الصلاة. فحضرتك صليتي الظهر قبل وقته فهذا غير صحيح، فعليك أن تصلي صلاة الظهر، إذا ما صليتهاش في وقتها أن تقضيها، والله تعالى. جزاك الله خير. نذكر أخواننا أننا معكم في بث حي ومباشر إن شاء الله تعالى في برنامجكم قضايا إسلامية. فضيلة الشيخ عمار، بخصوص أذان الفجر وقول المؤذن الصلاة خير من النوم، هو المشهور بالعبارة المشهورة عند الفقهاء والتي ذكروها في كتبهم أنه إذا قال الصلاة خير من النوم أن يقال صدقت وبررت، هذا هو المشهور من أقوال العلماء، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ عمار، نعود إلى السؤال الذي شرعنا به قبل أن يدركنا أيضا كذلك وقت، عندما قلنا أن رجل اشترى سلعة بعرف يعني بقية جزء من الجواب عندك بخصوص التورق. التورق فبقول أن اشترى سلعة هو 100 دينار لأجل محدود، الآن أخذ هذه السلعة بحب مبلغ أقل، في معي اتصال؟ طيب نأخذ اتصال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل أخي. بدي أسأل هسه لو واحد مثلا بيصلي لحاله والدنيا مطر طبعا، هل يجوز له يجمع يعني لوحده مثلا؟ طيب فضيلة الشيخ، بدون يعني مش بالجامع. واضح إن شاء الله تعالى. صلاة المنفرد جمعا، يعني يجمع وهو منفرد. إذا صلى منفردا في المسجد يجمع، أما في البيت فالراجح أن الجمع لا يكون في البيت لانتفاء المشقة عن المصلي في بيته. أما إذا هو الراجح من أقوال الفقهاء، أما إذا كان في المسجد وأتى إلى المسجد وقد جمع المصلون فيجوز له أن يجمع منفردا، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. أعود فضيلة الشيخ عمار إلى السؤال بين أيدينا، هو اشترى السلعة بمئة دينار لأجل محدود، الآن أخذ هذه السلعة وباعها لآخر بسبعين دينار وقبض المبلغ لحاجته للمال، صورة هذا البيع؟ التورق معناه حاجته إلى الورق، والورق مقصود فيه المال، مال النقدي. فإذا اشترى سلعة بمئة دينار من تاجر ثم باعها لآخر بسبعين دينار فرضا افتراض، فهذا بيع جائز،
لأنه كل واحد بيع تم بشكل صحيح. الحرام أن يبيعها للتاجر نفسه لكنه يكون اسمه بيع العينة. أما اشترى سلعة بسعر ثم ذهب إلى آخر وباع بسعر آخر أقل لحاجته إلى المال اللي هو يسموه التبرك، لأنه بحاجة إلى الورق، ورق النقدي، فهو بهذه الحال يكون بيعه صحيح. الله تعالى جزاك الله خيرا. في معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت عبد الله بن الشيخ سمعت. حياكم الله. بالنسبة يا سيدنا الشيخ للتيمم. التيمم للغسل العادي والتيمم من الجنابة. هناك التيمم اللي هو في التراب اللي هو يحصل في التراب. هل يعني هناك في فرق بين غسل بين التيمم للجنابة والتيمم للوضوء العادي الصلاة العادية؟ يعني بما مثلا جو بارد مثلا وبجوز يعني يضره إذا كان جنب المية. حتى الآن إحنا بنتيمم بالتراب، هل هناك فرق بين تيمم الوضوء للصلاة وتيمم الجنابة؟ فضيلة الشيخ عمار، بخصوص التيمم موجباته لا يوجد أي فرق اللهم إلا في النية. هو بنوي التيمم للوضوء وهناك ينوي التيمم للاغتسال للجنابة، للاغتسال يعني، فلا يوجد أي فرق اللهم إلا بما ينويه من فعل الله تعالى. فضيلة الشيخ عمار، قبل يعني في معنى سؤال بخصوص هناك في السوق بضاعة، التاجر يقول للمشتري هذه بضاعة جيدة 100%، فإن كانت رديئة لك علي أن أعطيك بدلا عنها أو أدفع لك شيء من المال. الآن بيعت هذه السلعة ثم تبين للمشتري أن هذه السلعة رديئة، هل يحق له أن يأخذ من التعويض أو ما إعادة مثلا هذه البضاعة أو مبلغ من المال؟ هو البيع على ما اتفق البائع والمشتري. يعني هذه البضاعة اشترى بضاعة نخب زي ما يقول نخب ألف أو أول، ثم بعد ما ورد البضاعة وجدها رديئة أو نوع باء أو جيم أقل جودة، في هذه الحال هو أول شيء البياع غش إن كان قاصد ما فعل وبعرف فهذا غش، يقول صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وأيضا خداع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف الخديعة في النار، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعقود، هو تعاقد مع المشتري أو البائع تعاقد مع المشتري على صنف معين بجودة معينة، ربنا قال أوفوا بالعقود يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، فيجب الوفاء بالعقد. فإذا نقض البائع العقد وفي هذه الحالة يكون قد صار عنده غبن، اللي هو الغبن وهو النقص بمعناه، وعدم تساوي المثلين، الغبن أيضا مع فتح الغين اللي هو الغبن بسموه بالفقه، وبذلك يكون عليه أن يتحمل مسؤولية ما فعل. يعني له الحق أن يرد البضاعة وله الحق المشتري أن يعوض، لأن البيع لم يتم حسب الاتفاق. والله تعالى جزاك الله خير. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ عمار البدوي مفتي محافظة طولكرم، ولكم كل الشكر والتقدير على هذه المشاركة، وكذلك لإخواننا في تلفزيون السلام، بارك الله بجهدهم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.